اقدر اقوله لك ان احنا خلاص مبقاش فضيلك ولا فاضل الشغلانه. او كلام كلام ابن عم حديد. والله انا حاسس انه مرقد لحاجه اليومين اللي جايين دول، بس انا رفعت ايدي عنه. والله رفعت ايدي عنه عشان انا مقدر ظروفه اللي بيمر بيها اليومين دول. انا عارف يا ادهم عارف، بس خدها مني المره دي، هو خلاص مش هيعاود ناحيتك تاني. قادر يا كريم. كيتي ازيك يا معلم؟ انتهينا من بدري؟ بدري ايه؟ انا قربت اروح. معلم ادهم عرفك كيتي جميلة الجميلات هنا. القطة صح؟ سمعتك وسمعت صوت حلو قوي قوي قوي. نور الدنيا بحالها يا قطة. وربنا انتوا اللي منورين. ولا حاجة بتهون عليها في الدنيا غير قعدة المعلمين الكبار اللي زيكم. انت الكتكوت يا حبيبي. وانت هتقولي لي يا كيتي على قعدة المعلمين الكبار؟ ازيك يا لمبوحة؟ امال فين الواد المناعكش بتاعك اللي اسمه صداع ده؟ جاي طبعا يا معلم. هو برضه يقدر يفوت قعدات ناس كبارات كده زيكم؟ ولا ايه يا كيتي؟ في احلى من كده؟ لا طبعا مفيش، والنعمة ماخي صح، عندها حق. ايه ده؟ هو انت هتجيب لنا صداع؟ طب امانة عليك لو جبت لنا صداع هتلنا معاه برجامة. سعيدك يا معلم. سعيدك يا عمين. انصاف تنام بهدومك ولا ايه؟ ايه؟ جيب لك حاجة من الدولاب؟ ها؟ كسلت تقلع هدومك؟ انصاف 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 انصاف. انت يا وليه يا امي؟ انصاف. انصاف. ايه ده؟ انت بتعيط؟ اول مره اشوفك بتعيط يعني. ايه؟ للدرجه دي كنت بتحبها؟ طبعا. مش مراتي؟ ايوه صح، كانت مراتك صح. بس ما اعرفش ليه كده عندي احساس ان انت كان ليك دخل في موتها، صح؟ ولا مالكش؟ اختشي على ذنبك. عيب. حاضر حاضر، انا هختشي بس هختشي خالص. بس انا الصراحه ما بقتش بأمنك. عارف ليه؟ عشان اللي يعمل كده في ولاد اخوه هيعمل في ابنه ايه؟ وحق حالة هجيبه لها منك عشان تبقى عارف. بس السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شد حيلك يا حبيبي. الله يخليك. شد حيلك يا حبيبي. الله يخليك يا معلم. شد حيلك يا اخويا. كلنا شد حيلك. شد حيلك يا اخويا. اتفضل يا معلم. شكر 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 جدا. شكر الله وسعيكم. غفر الله ذنبك. لا اله الا الله. كويس ان انت جيت يا معلم.
انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع كده. خير اللهم اجعله خير. لا خير خير ما تقلقش. انا اصلي سمعت على موضوع خسارتك الجامده والحديد اللي راح والضرايب. معلش كلنا لها. انت عارف هي الدنيا دي كده، يوم فوق ويوم تحت. طب يعني انت شايف ان ده وقت مناسب نتكلم فيه في حاجه زي دي؟ اجل الموضوع ده شويه، اجله. انا بالنسبه لي اي وقت ينفع يتعمل فيه اي حاجه، بس انا هسمع كلامك عشان خاطرك انت بس هاجل الكلام في الموضوع ده. بس ما تنساش عشان انا عايزك في موضوع مهم جدا. ماشي يا اخويا. ماشي ماشي. يلا سلام، شد حيلك بقى. ها سلام. خلي بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. شد حيلك يا اخويا، ما تعملش في نفسك كده. شد بالله. ونعم بالله يا اخويا، ونعم بالله. عدوش ده ولا كان بقى اب. معلش معلش معلش، عيال شباب وطايش بقى. انما هي ماتت ازاي؟ نزيف في المخ، رجعت من بره. انت مرمي على السرير، لا حس ولا خبر. لا حول ولا قوه الا بالله. شد حيلك بقى، امسك نفسك. مشكله صحتك جدا يا اخوي. شد حيلك. مساء الخير يا مدام. مساء الخير يا كيت. هو ده سارينا اللي كلمتك عنه، مدام نهوان. اهلا يا سارينا. اشتغلت فين قبل كده يا سارينا؟ لا حضرتك، انا في كليه هندسه. هندسه؟ اه ده على اساس ان احنا في شركه مقاولات يا كيتي ولا ايه؟ لا انا قصدي اشتغلت في كباريهات فين يا سارينا قبل كده؟ لا مدام ما تخافيش، دايس لك في الحديد دوت صايع، وبعدين بقى ده على ضمانتي. ماشي، بس اهم حاجه بقى ما يقفلكيش نضرجي زي ما اشرف كده عامل عندي مع لمبوح. لا يا مدام، انا قلت لك سارينا ده زي اخويا، وانا مش زي لمبوح. ماشي، لو كان كده يبقى يجي. يبقى ايه في حياتك يا حي؟ حياتك الباقي. انت عامله ايه دلوقتي؟ اهو الحمد لله، دراعي بيتحسن. المهم انت تشد حيلك. اشد حيلي؟ هو هتكوني متصوره ان انا متضايق وحزين وبعيط والجو ده؟ تبقي عبيطه مش عارفاني خالص. انا ولا فارق معايا اي حاجه من اللي حصلت. طول عمري كنت عايش بكرههم من غير سبب واضح يقنعني، وفجأة أعرف كل اللي عملوه ده لحد ما أصبهم عليكي. دلوقتي أنا بقيت بكرههم وأنا عندي سبب واضح يخليني أكرههم وأنا مرتاح. أنا عادي جدا على فكرة. طيب خلينا نعدي اليومين دول لغاية أما الأمور ترجع لطبيعتها. إحنا برضو لازم نحترم الظرف اللي حصل. أنا عارفة إن أنت مش طايق مجدي ولا طايق تشوف وشه، وإنك عايز ترجع لي حقي بسرعة. صدقني يا يحيى، صدقني كل شيء بوقته. بالعكس بقى، ده أنسب وقت نعمل فيه اللي احنا عاوزينه، حالا ما تلاقيش من أي حاجة. سيبي الموضوع ده عليا ومالكيش دعوة. أهم حاجة دلوقتي إنك أنت لازم تروحي الحبيبة. خليكي جنبها اليومين اللي جايين دول، محدش عارف مجدي ممكن يعمل إيه تاني. يلا يا صباح الفل يا معلم أدهم. صباح الخير يا معلم يحيى. خير، عايز ايه؟ ايه رايك بقى في المكان الجميل ده؟ في الهواء الطلق. نبعد بقى عن جو السبتيه وصبياني وصبيانك، حد يسمع كلمه كده يسمع كلمه كده مش حلوه في حقك. انت جايبني هنا تشمني هوا؟ حد قالك ان انا عايز اتفسح؟ ده انا بفلس بفلس، مش بعيد اتسجن بسبب الديون اللي عليا. يلا
يلا عشان تبسط وتفرح وقلبك يفرفر كده من جنابك من السعادة. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من كلامك يا أخي. اوعى تكون فاكر عشان احنا بنتعارك وبنقف لبعض زي الديوك في المزادات ان انا هنسى انك انت واحد من الناس اللي شربوني الشغلانه. ومهما حصل ما بيننا يا معلم ادهم، عمري ما اتمنى لك الاذيه ابدا. انت فاهم غلط. تعزيه بالظبط، هات من الاخر. انا عاوز اقف جنبك عشان اوريك ان ابن امبارح لما بيستجدع بيعمل ايه. ايه؟ هتسلفني؟ مش هسلف، ولو هسلف مش هسلف منك انت بالذات. اه ماشي، وانا مش هسلفك. انا عاوز ارجع لك اسمك في السوق زي الاول واحسن شويه كمان. ايه رايك؟ ازاي؟ لا ازاي، دي بتاعتي انا بقى. بس اول حاجه تعملها انك ترجع عم عثمان الشغل معاك، وملكش دعوه بمصاريفه، مصاريفه كلها عليا. اتفضل يا سيدي، هتاكل الاكل ده كله. احبش اعمل اكل وترمي، حرام. وبعدين بقى انا تعبت وتعبي ما يروحش على الارض. يا بنتي تبحسساني ان انا عايش في دار المسلمين، ما براحتي اكل ولا ما اكلش. طب يا اخويا خلاص براحتك عن اذنك. استني استني بس، تعالي اقعدي اقعدي كلي معايا يلا. لا متشكرين، سبقت. أنا من ساعة ما مراتي ماتت وأنت بتيجي بتاخدي بالك مني، ما بترضيش تاخدي مني فلوس ولا بتقولي لي أنت عايزة إيه. مش عايزة حاجة، عاوزة يعني. أنا بس شايلة في رقبتي جميل ناحيتك يعني. جميل؟ جميل إيه؟ وإحنا في منا جمايل؟ يا باشا ده أنت مغرقني بجمايلك من ساعة ما كنت بتيجي الكباريه. وبعدين أنت غير كل الناس، كنت دايما بتكلمني كلام حلو، والكلام الحلو ده دم في رقبتي ما انساهوش ابدا. ايوه بس يا كيتي ده كتير، وانا مش هعرف ارد اللي انت بتعمليه ده. وانا مش عايزاك ترد، بس الصراحه انا كنت بعتبرك زيك زي اي واحد من اللي بيجوا الكباريه، اي عبايه ماشيه بفلوس وخلاص. بس كلامك الحلو ليا خلاني احس كده ان انت غير اي حد الصراحه. وبعدين بقى انت ظهرت بعد ما كل اللي في حياتي متخلوا عني. مش تعرف انا اول ما عرفتك سالتك عن اهلك ما رضيتيش تقولي لي، وبعد كده كل ما اسالك تتحججي انك مش عايزه توجعي دماغي، وعشان ما افهمش انك يعني عندك مشاكل حاجه كده يعني، مش كده؟ وانت لسه مصمم تعرف؟ اه مصمم اعرف. صراحة يا باشا أنا يتيمة، يعني اتربيت في كام بيت كده كانوا بيرعوني وياخدوا بالهم مني، بس زهقوا بقى. الدكتورة نعمة سافرت برا مصر، والأبلة منال بنتها كانت بتكرهني قوي، على طول كنا نتعارك مع بعض. فهي طبعا فضلت مصلحة بنتها واختارت بنتها. بنتها برضك عندها حق. وبعدين بقى انت ما اتضايقتش يعني لما خدت بالي منك؟ طيب ما خفتيش؟ ما خفتيش ابصلي بصه وحشه مثلا؟ طب ما انت كنت بتبصلي بصه وحشه، وعلى طول كنت بتبصلي بصه شمال وانا عارفه. ايوه يعني، واي راجل بيتعرف على واحده من الكباريه لازم هبص لها كده. لا بس انا مش اي واحده، انا مش كده خد بالك. ده اللي عاجبني فيكي، انك لا كده ولا كده. اللي لازم تعرفه يا باشا ان احنا الاتنين بنتنشا على حد ياخد باله مننا. ايوه بس انا لسه ما عجزتش يعني، عشان تكوني فاهمه ان انا عجزت. لا العفو، انا يا سيدي اللي عجزت وعايزه اتعكز عليك كمان. بتبص لي كده ليه؟ تعرفي يا كيتي، مراتي الله يرحمها كنت متاكد انها بتحبني، لكن عمرها ما كلمتني بالطريقه الحلوه دي. يا اخويا الله يرحمها ويرحمنا، ما الرحمة تجوز على الحي وعلى الميت. كل كل انت معايا عشان تفتحي نفسي. يلا امسكي امسكي، ما تقوليش انك كلتي قبل كده. يلا كل الاكل كله، مش هرمي منه حاجة. ماشي. بابا
برضو بعد كل ده ما فهمتش انت عايز ايه بالظبط. هو ايه اللي مش مفهوم؟ شحنه وهتيجي، انا اللي هشيلها وانت اللي هتستلمها، كانك انت اللي شاريها بالظبط. ولما تبيعها وتصرفها وتاخد فلوسها وتحطها جوه جيبك وتتاكد ان انا ما بشتغلكش، يبقى ساعتها يا سيدي نفذ اللي انا طلبته منك. ايه بقى اللي مش مفهوم؟ طب وابوك؟ ابويا ايه؟ ابويا ده تنساه خالص، هو اساسا قاطع رجله من الشغل ومن الوكاله تماما، لسه مصدوم بقى في صدمه انصاف. ايه بس الحكايه دي بقى لها 3 شهور دلوقتي. يا سيدي هو كيفه كده؟ هتخش له جوه كيفه؟ بقولك يا ادم اسمعني كويس قوي، انا الكبير دلوقتي، مفيش كبير تاني. بص هو انا مش عاوز ابان ان انا بستغلك يعني، بس انا لو مكانك هوافق عشان ما قداميش طريق تاني. صح؟ يعني انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تحط ايدك في ايدي ونقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه على الجدعنه اللي هتبتدي من النهارده. ماشي؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رضيتش تستلم نتيجة التحاليل ليه يا دكتور؟ عشان خايف يا إكرام، ممكن ألاقي نتيجة إن حالتي ما تتحسنش. كنت فاكراك مؤمن بربنا أكتر من كده. ونعم بالله يا إكرام، بس أنت عارفة أنا جالي كام جلطة في الجلسات اللي فاتت دي، ولسه كام جلسة كمان وشعري هيقع. بعد الشر عليك يا دكتور. امسك. دي بقى بتاعت ربنا. الدكتور نفسه ما كانش مصدق نتيجة التحاليل، عادها 3 مرات، بيقول عمره ما شاف مريض حالته بتتقدم بسرعة كده. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. مش عارف أقول إيه. ما تقولش حاجة يا دكتور، احمد ربنا وافرح باللي أنت فيه. خلاص دي كلها 3 4 جلسات، تقضيهم بالطول ولا بالعرض؟ مش معقولة يا عمو، أنا حاسس إن أنا بحلم يا إكرام. افتكرت ان ليك اب وجاي تسال عليه؟ يا سلام. طب ما انا طول عمري عايش لوحدي، عمرك ما جيت تسال عليا الا لو في مشكله في الشغل بس، صح؟ انا عمري ما حسيت اني لوحدي زي اليومين دول، انا محتاج حد من ظهري يقعد معايا. يا حي انا ما كانش ليا غير انصاف وانت بتيجي يا ابني تعيش معايا هنا. ما بلاش بق الحنيه اللي عمال يدلدق من شفايفك ده. زمان كان ينفع، دلوقتي ما ياكلش. انا كنت فاكرك هتيجي تاخدني بالحضن وتقول لي يابا انا محتاج لك. محتاج لك؟ الحمد لله والشكر لله، انا طول عمري كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى انه ما يحوجنيش ليك انت بالذات، والحمد لله استجاب لدعايا. انت شكلك لسه بتتعاطى الترامادول الهباب ده، لما تفوق وتبطل الترامادول ده يبقى تعالى نتكلم. سلامة الشوف يا حاج، انا مبطل ترامادول بقالي 3 شهور، يعني فايقلك. انت عايز ايه؟ عايز حق الغلبانه اللي انت اكلته عليها. انا ما حدش ليه عندي حاجه، واللي انت بتقول عليها غلبانه دي
هي السبب في موت امك. اولا السبب في موت امي كان انت مش حلا. بقول لك ايه، لو الدنيا دي كلها صدقت انها وقعت فاتخبطت في دماغها فماتت، انا بقى مش هصدق. انت بس تلاقي قلبك كلك على الفلوس اللي كانت هتديها لحلا فخلصت منها. انا مش فاضل وجع الدماغ بتاعك ده. ماشي ماشي يا حاج، انا بس جاي ابلغك ان انا وحلا هنتجوز بعد كام يوم، وساعتها انا اللي هجيب لها حقها منك مش هي. اذا كان موضوع الجواز اللي انت بتقول عليه ده هتلوي بيه دراعي، انا ما حدش بيلوي دراعي. ما دراعك في جسمك اهو يا عم، مالك؟ انا مش عارف تطلع تنبل لمين. دي كانت عايزه توقعك، بتشتغلك عشان تنصب عليك. قصدك عشان تاخد فلوسها اللي انت سرقتها منها. وعموما انا سامحتها وحبيتها وهتجوزها وهديها حقها. فاكر الشيك اللي انت ما خليتهاش تصرفه؟ انا بقى هعوضها عن كل اللي فات بارادتك او غصب عنك يا مجدي. بس كنت فاكر انك جاي تهددني وتغيظني بمسألة الجواز دي. انا ما بتهددش وانا ما بهددش، انا بتكلم بجد. يلا سلام. ايه يا اخويا بقى اللي موقفك كده؟ اصل انا مش فاهم انت هتستفادي ايه من راجل الكهنة اللي اسمه مجدي ده. حرام عليك يا اخي، ما تقولش عليه كده، ده عنده حالة وفاة. يا قلب امك، اوعى يا بنت تكوني ناوية على جوازها. لو ناوية بقى انا قدامك. ها ليه غاوية شقة؟ حد قالك غاوية شقة؟ انا بهزر يعني يا كيتي. واضح يعني ان انت فعلا ناوية على الجوازة بجد. يا ريت يا اخويا، هو انا طول كتخيب. بس الصراحة هو لسه ما فتحنيش في موضوع الجواز ده. هو ماشي يا كيتي، واضح يعني ان انت ما بتعمليش حاجة لله في لله. ما تتلم يا سلينا وتختشي على دمك. انا مش راضي على اللي انت بتعمليه ده يا كيتي. وانا مستنية رأيك، لو انت مين اصلا عشان ترضى ولا ما ترضاش. لا انا ولا حاجة. ان شاء الله ربنا مش هينولك اللي في بالك. كتك ده يبوزك يا بوز الاخس. على فكرة انا قلت لمجدي ان احنا خلاص هنتجوز، ما كانش مصدقني، كان فاكرني بضحك عليه وبشتغله. بس خلاص هانت كلها الاسبوع ده بالكتير، ونحطه قدام الامر الواقع. الاسبوع ده؟ اه الاسبوع ده. انا مش شايف اي داعي ان احنا نأجل اكتر من كده. ولا انت بقى رجعتي في كلامك ولا ايه؟ رجعت في كلامي ايه؟ بالعكس، انا عمري ما كنت عايزة الموضوع ده يتم اكتر من دلوقتي. خلاص يبقى على بركة الله، قريب قوي نخلص كل حاجة ونتممها بإذن الله. ماشي، ربنا يستر. مالك يا لولو، خايفة من ايه؟ خايفة من مجدي يا يحيى، خايفة من اللي ممكن يعمله. بصراحة أنا خايفة عليك. متقلقيش، ولا هيقدر يعمل أي حاجة، طمني خالص. اهلا يا باشا. اهلا. ازيك؟ يا اهلا يا اهلا، منورنا يا باشا. عامل ايه؟ ازيك يا نهوان؟ الحمد لله زي الفل. ايه كنتي مش موجوده ولا ايه؟ ولو مش موجودة دي لو جوه شقة تعبانة اجيبها لك على طول. ثواني وتبقى عندك.
مارينا. بقول لك ايه، عايزك تروح لكيتي وتقول لها الباشا وصل وبيسال عليها، وفي ثواني الاقيها عندي. يلا يلا انت هتصورنا. يلا ثواني يا باشا وكيتي هتبقى عندي. يلا على الاذن. دي الهنا، وانا اقول الدنيا منوره ليه؟ اهلا اهلا كتكوت، وربنا منور المكان. اسمع بقى اما اقول، مش هتشرب حاجه النبادي عشان ما تدهملش زي كل مره، واقعد انا بقى بيك. انا لا جاي اشرب ولا جاي اتضايق، هما كلمتين جاي لهم. اتفضل قول الكلمتين. شوفي انا ما لقيتش حد يهتم بيا زي ما انت اهتميتي بيا. الحقيقة أنا فكرت في كلامك بتاع الصبح، لقيت مفيش غير حل واحد، يمكن يبقى في جنون في اللي هقوله، بس مصلحتنا واحدة، والحقيقة إحنا محتاجين لبعض. وربنا ما فاهم ولا كلمة، ما تيجي معايا دغري. وربنا أنا كمان ما أنا فاهم حاجة، تتجوزيني يا كيتي.